واو، شفتوا المصاصة الفظيعة دي؟ شكلها هيجنن. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا ايه؟ بيك مي بوب سبرايز. الله، شفتوا المصاصة عملاقة كبيرة جدا جدا جدا، اسمها بيك مي بوبس. شكلها جامد قوي قوي قوي، جامبو. هنفتحها ولسه فيها 3 مفاجآت جوه سبرايز. قطة، فيها قطة كبيرة قوي زي ما انتم شايفين. وبكده كاتب لي يا ترى ايه بقى 3 مفاجآت اللي مع القطة دي. الله، دي شكلها هتكون حاجة فعلا فظيعة. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج عليها ونشوف يا ترى. بصوا، في 3 قطط هنا وفي 4. الله، شكلها جامد جدا جدا جدا. هنفتح بقى الايه الجزء ده، كده بيقولي ان انا افتحها من هنا. اوكي، مكتوب هنا ايه ده؟ مكتوب ان انا لازم اقدر ان انا افتحها، وبعد لما افتحها الاقي في جوه القطه، والقطه الاقي فيها جوه 3 مفاجآت جوه. فعايزين بقى ان احنا نحاول نفتحها مع بعض، عشان شكلها صعب شويه ان احنا نفتحها. اوكي، بصوا بقى شكلها عامل ازاي. اتفتح بقى كده من هنا. والله، شفت شكلها جامد ازاي؟ اهي، بصوا فتحتها بقى. الله، بتلف بقى كده من هنا. انا جاي فاتحين السلاتيب كل اللي عليه عشان اعرف ان احنا نكملها. اهي، بصوا القطة. الله، دي شكلها قطة على جلد النمر كده، شكلها فعلا فظيعة. فلافي خالص، ودنها كبيرة اوي، لونها كيوت بينك كده، ومن هنا لونها ابيض. ممكن تبقى مخدة حلوة جدا، ممكن نديها هدية لحد من صحابنا لو احنا عايزين نديها له هدية. شفت شكلها جامد ازاي؟ وهنا بقى دي ايديها، ودي هنا عينيها، وده التيل بتاعها. شفتوا؟ بصوا بقى هنا من قدام. واو، لا شكلها جامد جدا جدا جدا. اوكي، كده بقى اتفرجنا عليها. وهنا بصوا بقى ده المكان اللي بيتفتح منه، وبيطلع لنا بقى ايه السبرايزز الـ3 التانيين اللي جوه. واو 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 واو، ده في 3 سبرايزز بحالهم اهو. بصوا بقى فتحتهم الـ3. شفتوا شكلهم جامد ازاي؟ الله، دخل بقى بقية الكيس اللي جوه ده. يا ترى بقى فيهم ايه الـ3 دول؟ هنفتحهم مع بعض. اهو، ايه ده؟ ده فيهم ايه ده؟ اول واحدة فيها زي قطة تانية صغنونة خالص، شكلها يجنن. اهي، ممكن برضو نستخدمها في ميداليا، بس هي معمولة من بلاستيك. شكلها برضو جامد جدا. وفي واحدة تانية هنا، اهي برضو قطة تانية، برضو 2 قطتين شكلهم فظاع. انا بموت في القطط، اللي بيحب القطط لازم يجيب بيك مي بوبس فظيعة. هيستخدم هنا القطتين ويقعد يلعب بيهم، ومعهم بقى كمان ميداليتين. واو، شفت القطتين شكلهم عسل ازاي؟ شكلهم عسل خالص. وهنا بقى دي القطة الكبيرة، شكلها فعلا عملاق وجميل قوي قوي قوي. شفت شكلها فظيع ازاي؟ انا عن نفسي عجبتني جدا القطه الفظيعه قوي دي مع القطتين دول. فعلا لعبه فظيعه. وبصوا المصاصه كمان كبيره جدا، زي ممكن نستخدمها ككوبايه او كاس. اللعبه دي صالحه للاطفال فوق السن 5 سنين. ممكن احنا بقى نقعد نلعب بيها. هنا بقى بنلفها اهي، بنحط عليها القطه كده، ونخليها بقى عندنا في البيت زي ديكور او حاجه، ونحط بقى الجزء ده كده عليها.
الله، شفت بقى شكلها جامد ازاي؟ واو، لا شكلها فعلا تحفة. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا جدا. مكتوب هنا ايه ده، بيك مي بوبس، دي مسج من القطة مكتوب عليها تويزل ذا كات. ايه ده، وهنا في هارت، يا ترى بقى بعت لنا مسج تقول ايه؟ ما كنتش فاكره الصراحه ان انا الاقي مسج جوه منها. تعالوا نفتحها ونشوفها مع بعض ونشوف يا ترى ايه المسج دي. يا ربي انا قلقانه جدا. بص القطه كيوت خالص، بعت لي كمان مسج. اوه دي طلعت بلغه مش عارفاها، يا نهاري. مكتوب of course we are friends، تقريبا احنا اصحاب، friends forever، بتقولي ان انا وهي هنكون اصحاب forever وان هي بتحبني جدا جدا جدا. واو، هنا بقى في علامة توت، مش عارفة علاقتها بالموضوع، بس الصراحة المسج دي اثرت فيا قوي، ان هي بتقولي ان هي بتحبني واحنا نفضل صحاب forever. طبعا هتكون صديقتي الصدوقة لطول عمرنا. القطة الرهيبة قوي دي عجبتني جدا جدا جدا، وريحة التوت اللي هي فيها فظيعة. صراحة فعلا تجنن، انا معجبة بيها قوي قوي قوي. اتمنى يا اصحابي كمان ان هي تكون عجبتكم. قولولي بقى في الكومنتات ايه رايكم في قطتي الفظيعة، ولو عايزين ان انا اسميها اسم معين برضو ياريت تقولولي في الكومنتات عايزين ان انا اسميها ايه. وهنا قولولي جيبوا بقى بيك مي بوبس، وقولولي برضو ايه رايكم فيها. وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، بس يعني الاول ندخل المفاجات جوه، بعد كده ايه نقفلها كده تاني عشان ايه محدش ياخد باله من القطط والمسج اللي هي بعتتها لي. بعد كده ايه، اتمنى يا اصحابي ان هي تكون عجبتكم. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العيب الافولت. وحشوني يا اصحابي، باي باي.